منتدى او موقع الفينكس الرسمي. هو في الواقع دلوقتي ما تعتبروش ان هو بقى موقع الفينكس الرسمي. بمعنى ايه؟ بمعنى بكل بساطة انا حولت الموقع ده لموقع عمولات، موقع ترفيهي، موقع تكنولوجي، وموقع خاص بالالعاب، وموقع خاص بالتصوير والفوتوغرافرز، وموقع خاص كمان بحته انشاءات زي الفيسبوك، وموقع خاص بالنيوز الاخبار زي مثلا تويتر. المعلم دبل ما تصير.